السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا الفيديو ده عامله مخصوص عشان خاطر اللبس اللي حصل والناس اللي تخيلت إن إحنا ممكن نكون بنتريق على جيشنا أو بنسخر من جيشنا. أنا عاوز أقول حاجة كلنا متفقين عليها، اللي بيتريق على جيشه واللي بيسخر من جيشه ده إنسان خسيس. ليه؟ لأن الجيش ده هو المنظومة اللي هي بتدافع عنك. عظيم؟ طيب عشان كده تلاقي مثلا السيسي عمره ما بيسخر من الجيش خالص. ليه؟ عشان الجيش بتاعه. لكن احنا يا معروضين مش الجيش بتاعنا خالص، فاحنا اللي بنتريق عليه ده جيش فوزيه ملوش علاقه بينا احنا خالص. اه والله. ففعلا اللي بيتريق على جيشه خسيس، بس فين؟ والله اول ما تجيبوا لنا جيش، او والله العظيم اول ما يتعمل لنا جيش، لو لمحت واحد بس بيتكلم كلمه هروح امسح بيه الارض. صح؟ فاحنا مفروض مع بعض كده نبتدي تاني نعيد صياغة الكلمات. عارف انت كتاب شرشر ونكتب الف ب، وبعد كده جايبين مثلا بطة ونقل دي بطة وزة وزة، بعد كده جيش ده جيش. فاهم الناس يعني ايه جيش؟ الجيش ده يا جدعان يعني مين اللي طلع في دماغه يعمل جيش؟ يعني الاول الفكرة جت ازاي؟ انا فاهم حضراتكم عشان برضو حتى لو ابناء النزوات الصيفية عندهم لخبطة زي ما انا قلت النهارده الصبح، وفاكرين ان كل الناس اللي لابسين شبه بعض ان هو ده اسمه جيش. لا خالص، ما انا قلت لحضرتك برضو مع سبط القناع الاسود كانوا كلهم بيلبسوا شبه بعض. لا، او معلق تفتين على كتفه ان هم، لا خالص برضو ملهاش علاقه. انا هقول لحضرتك الموضوع ازاي. زمان جدا جدا الناس كانت كل واحد بيعيش فرد لوحده، وبعد كده ابتدى يتزوج يتجوز، وبعدين مش عارف الافراد. هتقولي ما هو كان بيتجوزوا من الاول خالص. اه بس جت فتره كان الانسان حصل تشتت وكده. المهم يعني ايه، كان سيبك من كل ده، هو ومراته بعد كده اولاده، بعد كده كل المنعزلين ابتدوا يتجمعوا مع بعض. واخد بال حضرتك؟ يركز انت، حضرتك لو سيساوي ركز، عشان انت غبي اصلا فلازم تركز عشان تفهم. ماشي؟ عشان لما حد يشورك على ده ما يضحكش عليك ويقول لك ده جيش. صح؟ اوعى حد يضحك عليك ويقول لك على الشله الوسخه دي ان هي جيش، على ابن فوزيه ده في الجيش. لا خالص والله، ملوش علاقه بالجيش خالص. ولو ابنك هناك نفكر ازاي يطلع، مش ان هو هناك خلاص فانت هتولع في ام البلد عشان خاطر ابنك هناك. امك على ام ابنك. صح؟ طيب فنتكلم كده، ناخدها واحدة واحدة. ابتدت الناس تتجمع مع بعضها ويبتدوا يعملوا تجمعات زي قبيلة زي عشيرة أي حاجة كده. طيب بقى هنا في وهنا في وهنا في وقبيلة، ابتدت القبائل تعتدي على بعض ويدافعوا عن بعض ويشوطوا في بعض ويحاربوا بعض وكده. لما ابتدى الانسان اكتشف طريقه الزراعه او ابتكر طريقه الزراعه او اي حاجه من الحاجات دي، اصبح في نوعين من الناس، في نوع بيزرع وياكل القبيله ونوع تاني بيدافع عنه. طبعا اللي بيزرع ساعتها زي ما انا قلت كان عامل زي رائد الفضاء دلوقتي كده بيزرع، ده حاجه كبيره جدا جدا يعني. ما كانش في لسه بقى في سد النهضه، ما لازم انكد على متين ابوكم، امال ايه يعني. ما كانش لسه اتعمل سد النهضه، فكان في مصر بيزرعوا عادي جدا جدا. انت عارفين احنا سد النهضه اتعمل مع الملك عرصيس الاول، عرصيس الاول. ف بقى في ناس بتنتج وناس بتدافع عنه. الناس اللي بتدافع عنهم دي نواه فكره الجيش. عظيم. طيب اللي بيدافع عنك ده بيعمل ايه؟ بيدافع عنك وبيدافع عن المحصول، يعني بيدافع عن رزقك، وكان على استعداد ان هو يموت عشان خاطر غصب عنه. ما هو ده يعني هي دي المعادله. واحد تاني بيزرع وبينتج وابتدوا بقى يعملوا بقى ويربوا حيوانات وكده، فهو دي معنى الجيش. طيب افرض انت بقى حضرتك الناس اللي كانت بتدافع عنهم دي مع كل حرب كان بينام على بطنه، كانوا يعملوا ايه؟ كانوا هيمشوهم. صح؟ بس كان هيبقى جيش، بس كان هيبقى جيش فاشل. صح؟ كان هيبقى جيش بس جيش فاشل. فقالوا يا عم سيبكوا حاجه بقى، ده انتوا ولاد جلبه. كانوا بقى يدوهم بالجزمه، يدوهم بيلطشوهم، ما يدوهمش اكل، يقول له اسحف على بطنك. طبعا ما كانش يقول لابن فوزيه طبعا اكيد عشان عيب يعني، هيقول له مثلا يا ابن حتشبسوت، اسحف على بطنك يا ابن حتشبسوت وكده. طب افرض بقى
الجيش الفاشل ده ما كانش بيهرب وبيجري وبينام على بطنه بيرجع بالكولوتات، والكولوتات الفرعوني طبعا. لا افرض بقى كان هو بينضار عليهم وياخد فلوسهم وياخد الاكل ياكله هو ويوزعه على بعضه، كانوا هيتحولوا من جيش فاشل الى ايه؟ اسم الله عليك كده، هيتحولوا ايه؟ الى عصابه. عصابه بتسرق، صح؟ عصابه بتسرق. طب افرض بقى العصابه اللي بتسرق دي بعد ما كانوا بياكلوا، لا بقى اللي يقول لهم فين الاكل بتاعي موتوه، فتحولوا من عصابه بتسرق الى عصابه اجراميه، صح ولا مش صح؟ عصابه اجراميه. طب افرض بقى بعد كل ده العصابه الاجراميه دي لقيتها متفقه مع القبائل التانيه وجايباهم وفتحلهم لهم على البحري وكده، وكل شويه يناموا على بطنهم قصاد القبائل التانيه، تحولوا من عصابه اجراميه الى اولاد وزن. عفوا، صح؟ طيب ايه اللي يخلي بقى حضرتك انت تتخيل ان ده جيش؟ مش انت حضرتك نفسك ابنه؟ صح؟ فانا بتكلم دلوقتي ايه على ال 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 الجيش، نشأة الجيوش زمان، عشان حد يفتكر ان انا بتكلم على جيش السيسي يا خرابي. لا طبعا، غير ده ثامن اقوى جيش في العالم وخامس اقوى جيش في السودان، واخد بالك؟ انت بس زي ما انا قلت لك، انت بس هم بس يتخلصوا من عقده الشبشب. لما بيشوف واحد بشبشب بيتلبش، واخد بالك ازاي بيتلبش؟ هيتخلص. ولها الف طريقه زي ما قلت لحضرتك، يا اما حضرتك انت تلبسهم، تلبس الجيش بتاعنا شباشب برضه زيهم، يا اما تدي للاعداء قبل المعركه كوتشي، هنلاقيها يعني. المهم يعني، فحضرتك الـ 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 الجيش اللي هو الزمان اللي هو كان بيحارب ويعمل مش عارف ايه، ممكن يتحول لعصابه سرقه مش عارف ايه، زي ما انا تدرجت معاك كده. لكن لو كان بيسرق وينهب ولا وحطتهم في حتت، واخد هو الحتت الحلوه اللي في الارض بيتفسح، وبنى سور حوالين مثلا جدول الميه او النهر ومش عارف ايه، ده بيتحول من ابن وسخه الى ابن عفوا. فبس فكون عشان كده حضرتك احنا والله ما بنشتم جيشنا خالص خالص. الجيش ده بيدافع عن مين؟ بيدافع عن السيسي، صح؟ بيدافع عن فلوس مين؟ بيدافع عن فلوس عيلة تيتاني. والله قصور مين؟ قصور عيلة تيتاني. مين اللي بيتاجر بالمخدرات؟ محمود بايسكل، اللي هو كان اسمه محمود طبعا، هم كانت اسمه عمير او عزرة او حاجه بتاع التيتاني. يبقى ده جيش مين؟ يبقى ده جيش السيسي وعيلته، صح ولا مش صح؟ احنا مال بقى ميتين ابونا بقى بالجيش ده؟ يبقى احنا نقدر. لكن يوم ما هيحصل عندنا جيش حتى لو بينام على بطنه، بس الفكره كلها ان هو بيحاول، واخد بالك ازاي؟ ملوش علاقه خالص بالبلد، ملوش، ما بيسرقش فلوسنا، ما بيستقواش، ازاي عارف ان دوره ان هو يحافظ على ارواحنا وعلى ارزاقنا وعلى مقدراتنا وعلى ارضنا، مش يبيع. تخيل بقى الجيش اللي هو الفرعوني ده بتاع اللي هو ابن حتشبسوت ده، ماشي مثلا كده، تلاقي ابتدى يبيع حتت من الحته بتاعت القبيله، ويبيع شجر ويبيع مش عارف ايه والكلام، صح؟ فالمشكله عند حضرتك انت مش عندنا احنا، اللي يسخر من جيش وخسيس. اه والله خسيس، بس الجحش هو اللي مش عارف جيشه ويتلخبط، يفتكر ان العصابه اللي بتديله على قفاه هي دي الجيش. عيب، ارتقوا. نشوفكم على خير إن شاء الله.